اعتراف التحالف العربي بمسؤوليته عن حادثة استهداف قاعة العزاء بصنعاء إثر تلقيه معلومات خاطئة، تطور جديد ولافت من شأنه وضع النقاط على الحروف. التقرير الصادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي تم تشكيله من قبل التحالف وأطراف دولية أخرى حاول التنصل من المسؤولية المباشرة للحادث، وحمل هيئة رئاسة الأركان اليمنية مسؤولية تقديم معلومات خاطئة للتحالف مفادها وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء. التقرير لم يكتفي بذلك، بل أضاف أن قيادة الأركان أصرت على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، وهو ما جعل مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية يسمح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية داخل التحالف أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم استهداف المدنيين حسب ما ذكره البيان. التحالف في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية قال إنه في ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين ثبت أن تنفيذ العملية تم بناء على معلومات مغلوطة ولم يلتزم خلالها بالتعليمات الخاصة بقواعد الاشتباك المعتمدة، مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم. وأوصى الفريق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. التقرير أفاد أيضا أن الفريق المعني بالتحقيق لا يزال يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقيق من ملابسات الحادثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها. في خلفية الموضوع دار جدل دولي كبير ومورست ضغوط على التحالف والجانب السعودي أثمرت في نهاية المطاف إلى صدور هذا التقرير الذي في مجمله ينفي مسؤولية التحالف عن الحادثة ويحمل الأطراف اليمنية مسؤوليتها، وما يعتبره الكثير من المراقبين بمثابة التنصل من المسؤولية القانونية والجنائية للتحالف عن الحادثة. لا يبدو أنه سيتم إسدال الستار على الحادثة بموجب هذا التقرير الذي كان من نتائجه السريعة عودة وفد الحوثيين العالق في مسقط ونقل ما يقارب 115 من جرح الحادثة لتلقي العلاج في الخارج، مع ارتفاع سقف الحديث عن وقف العمليات الجوية للتحالف في اليمن.